ميلك تشيك ولا اورنج جوس؟ ميلك تشيك طبعا. سوشي ولا مكرونه بالبشاميل؟ يا سوشي. لا طبعا مكرونه بالبشاميل. فروت سلاد ولا تشيز كيك؟ انا بحب التشيز كيك اكتر. ماما بصي جالي ايه؟ شفتي اللعبه الجديده يا حبيبتي؟ لعبه؟ ايوه كل واحد بيختار توأم روحه الاكل اللي هياكله. توأم روحي؟ انا افتكرت دي اختيارات كده الحاجات اللي انا بحبها. والنهارده انت هتختاري له وبكره هو هيختار لك. طب مش مهم، انا اخترت له حاجات حلوه قوي اصلا، حاجات انا بحبها وكل الناس بتحبها. طب كويس، طمنتيني انك اخترتي له حاجات حلوه. اوكي اكيد برضه هيختار لي حاجات حلوه. باي مامي. ايه ده بيتر؟ مالك؟ توأم روحي عايزه تموتني. ايه؟ اكلتني تشيز كيك وميلك تشيك. إيه؟ وانا عندي حساسيه من اللبن. بيتر انا اسفه. وانت ذنبك ايه؟ دي توأم روحي انا. لا ما هو انا توأم روحك. ايه؟ انا ما كنتش اعرف صدقني ان انت توأم روحي. ده انا هختار لك حاجات، اصبر عليا بس. استنى. طيب طب وانا مالي؟ انا خايفه قوي. ايه ده؟ انا كنت عارفه ان هو قلبه طيب. مامي انا خارجه. ايه ده؟ مش معقول نيوتيلا؟ ده انا مش باكلها في الايام العاديه. الو طمنيني، عامله ايه في اللعبه؟ كل حاجتي حلوه. لا طبعا انا مش هاكل الاكل ده. كده هتبقي من غير توأم روح وهتبقي وحيده. مش مهم، وحيده وحيده. يا بنات يا بنات، عارفين مين دي؟ دي البنت الوحيده. بطلوا تضايقوني بقى. عجبك الاكل؟ على فكره انا ما اكلتش الاكل. بجد؟ يعني انت دلوقتي وحيده؟ ايوه وحيده. انا اسف ما كانش قصدي. وانا كمان ما كانش قصدي. احنا اصحاب صح؟ اوكي اصحاب للابد.